بيكي أصحابي، دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوس وسينو في عصر الدولة الحديثة. يلا بينا نشوف. المرة دي كمان زيارة المتحف كانت مختلفة، لأننا رحنا متحف الطفل وشفنا مجسمات للآثار المصرية بطريقة الليجو. مصر فيها متاحف بتضم آثار من كل العصور اللي مرت عليها، مش بس الحضارة المصرية القديمة. في المتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف الأقصر، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف اليوناني الروماني في اسكندرية، ومتحف خوفو. المتحف ده لحصر مقتنيات عهد الملك خوفو؟ مش بالظبط كده يا سينو، متحف خوفو بيضم تقريباً قطعة أثرية واحدة لكن ضخمة ومش موجود زيها تاني في العالم كله، مركب الملك خوفو. مركب الملك خوفو لقوها في حفرة عميقة جنب الهرم الأكبر، وبعد اكتشاف المركب وإعادة تركيبها بقى المكان ده اسمه متحف مركب خوفو. ملوك كيمت كانوا برضو يا أولاد بيهتموا بالحضارة اللي سابها الملوك والأسر اللي قبلهم، ويضيفوا ليها ويحافظوا عليها. يعني ممكن يكون معبد اتبنى في عهد وتلاقي فيه أسماء وتماثيل ملوك من اللي حكموا في عهود تانية، زي ما حصل في معبد الأقصر، بناه الملك أمنحوتب الثالث وأضاف ليه كتير الملك رمسيس الثاني. الملكين هنا كانوا من عصر الدولة الحديثة. وإيه الفرق بين عصر الدولة الحديثة والعصور اللي قبله؟ عصر الدولة الحديثة واحد من أجمل عصور كيمت اللي حققت فيها انتصارات وتواصل مع حضارات دول تانية وتقدم في مجالات كتير زي العمارة والزراعة والأدب والخطط العسكرية. بعد نهاية الأسرة 17 بوفاة البطل المصري الملك كاموس في معركته مع الهكسوس، قدر الملك أحمس الأول إنه يقضي عليهم بسلاح متطور كان هو كلمة السر في الحرب. العجلات الحربية هي اللي حققت التفوق في البداية للهكسوس. الملك أحمس كان قائد ذكي، صمم وطور عجلات حربية خاصة لجيشه قدر بيها ينتصر في حربه ويوحد بلده من تاني. رغم إن عصر الدولة الحديثة بيضم 3 أسر بس، وهم الأسرة 18 و19 والـ20، إلا إنهم أهم وأشهر ملوك كيمت اللي حققوا انتصارات وتوسعات كبيرة كانت في العصر ده. ومين تولى الحكم بعد أحمس ياسينو؟ ابنه الملك أمنحوتب الأول، وبعدها تولى الملك تحتمس الأول الحكم وقدر يحمي حدود كيمت الجنوبية ويوسع مملكة كيمت. وأكيد تولى بعده تحتمس الثاني زوج الملكة حتشبسوت. كانت لسه ما بقتش ملكة. حتشبسوت كانت سيدة قوية، لكن ما قدرتش تغير إرادة الملك تحتمس الثاني اللي كان مصمم على تولي ابنه تحتمس الثالث الحكم من بعده. عشان كده بعد ما تحتمس الثاني مات عينت نفسها وصية على تحتمس الثالث وبقت هي الملكة. هو ده بالظبط اللي خططت ليه ونفذته حتشبسوت يا كنوز. لكن بعد مرور سنين كتير كبر تحتمس الثالث وقدر يكون ملك قوي لكيمت. ليه بيقولوا يا سينو ان تحتمس الثالث من اقوى الملوك اللي حكموا كيمت؟ لانه كان قائد عسكري قوي وعبقري، واهتم بجيشه وخلاه جيش نظامي وزود عدد الجنود والعجلات الحربية وانتصر في معارك كتير زي معركة مجدو، وقدر يتوسع بالحدود لحد بلاد ما بين النهرين. ده غير براعته السياسية في حكم البلاد وقتها. كان في عصر الدولة الحديثة ملوك أقوياء كتير زي الملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني. طيب وليه عصر الدولة الحديثة ما استمرش وكيمت فضلت قوية يا سينو؟ بعد الملك رمسيس الثالث آخر ملوك كيمت العظماء واللي قدر يقضي على آخر خطر لشعوب البحر المتوسط وقراصنة الشردنة، دخلت كيمت في فترة صعبة مع وصول الأسرة 21 للحكم بسبب ضعف الحكام واستخدام المرتزقة في الجيش والحرب. بعدها قدروا يبقوا أقوى ويكونوا الأسرة 22 ويحكموا كيمت. طيب والملوك من الأسرة 21 للأسرة 31 ما قدروش يعملوا حاجة؟ في منهم حاول استعادة أمجاد أجداده من الملوك العظماء زي الملك بسماتك الأول، لكن حصل اللي ما كانش عامل حسابه.
هاجم جيش الفرس واللي على رأسهم الملك قمبيز كيمت، وقدر يضمها للإمبراطورية الفارسية. بس أنا قريت يا سينو إن المصريين القدماء قدروا يطردوا الفرس من بلادهم. ده اللي حصل يا يحيى، لكن بعدها دخل الإسكندر الأكبر وبقت جزء من مملكته. وطبعاً بعدها بدأ العصر البطلمي في مصر. صح يا كنوز. عارف يا سينو، في العصر الحديث برضو مصر تعرضت لأكتر من احتلال، لكن شعبها وجيشها قدروا يهزموه، ودلوقتي احنا جمهورية مستقلة ليها جيش حر وقوي من سنين طويلة. ها بقى هنلعب ايه؟ الأول نشوف مامتكم طبخة ايه النهاردة. رحلة سعيدة. قولولي بقى ايه رأيكم في حكاية النهاردة؟ حلوة قوي. انتوا عارفين يا أصحابي إن الملك سيتي هو والد الملك رمسيس الثاني؟ سيتي الأول له آثار كتير قوي زي معبده اللي في أبيدوس واللي اسمها دلوقتي محافظة سوهاج. ودلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.